الأستاذ إبراهيم عيسى كما هو قارئ نهم فهو مشاهد سينما نهم، ده أنا متأكد صحيح. وعارف بحكم الصداقة والأخوة يعني، فأنا طبعا. عارف يعني أستاذ إبراهيم عادة يقول لك إيه، شفت فيلم كذا، ده أنا امبارح شفت فيلمين، حاجات كده يعني. أنا لازم أشوف كل يوم، ده صحيح وده مهم، كل يوم كده ده مهم جدا. هنا أنا بقعد أفكر مع حضرتك بصوت عالي، هي مسألة إنه تعود الرواية مرة تانية كمصدر للفيلم السينمائي، ده هايل، لكن هي لسه ما رجعتش بالشكل اللي إحنا نفسنا فيه، دي واحد. 100% صح. اتنين، وافقك تماما. هو بقى السؤال ليه؟ هل أنا أصل أنا عندي حركة أدبية شديدة النشاط في مصر، ما هياش خاملة طبيعي. ولا نائمة ولا في حالة سبات، خصوصا الفترة الأخيرة يمكن للمرء أن يسمح لنفسه يعني أنه يتكلم من قلب صناعة الوسط ده السينمائي كله يعني. نتيجة الخبرة والاحتكاك الأخير يعني. هو في مشكلة، مشكلتين اثنين، مشكلة الإنتاج ومشكلة النجم. في العادة المخرج الذي يقود العمل، يعني المخرج بيبقى متحمس لنص للرواية وبعدين يقدمها للمنتج، هما الاثنين يتحمسوا فيدوها لنجم أو ممثلين. الحقيقة القصة دلوقتي في مصر حصل فيها حالة من حالات يعني الإعوجاج وخروج عن المنطق الطبيعي في صناعة الدراما، اللي عشان نحلها كلنا لازم نرجعها للأصل، إنه مش الممثل هو الأصل، مش النجم هو الأصل، صح. الأصل هو المخرج وحماس مخرج بعمل فني بعمل درامي بعمل روائي والمنتج أو المنتج. إنما لما رغبة النجم هي اللي يوافق على أساسها العمل يخرج للنور أو لا يخرج، يتم إنجازه أو لا يتم، دي نقطة مهمة، خصوصا لما تيجي تتأمل حتى نجومنا الكبار. وأنا كنت لسه بحكي في الأستاذ نبيل عبيد بحماسها الروائي زي كاتبنا العظيم حسام عبد القدوس، كانت بتسوق العمل كمنتجة مش بس مش كفنانة. وهي تعرضه على منتج، تعرضه على مخرج فيتحمسوا. انما احنا ما عندناش ده، ما عندناش النجم اللي يعني ابن محمود ياسين وابن نور الشريف وابن حسين فهمي وابن عزة العليلي اللي هو ابن احمد زكي، اللي هو ولاد التجربه دي، ولاد المدرسه دي، اللي هو عندهم. شوف هتلاقي من اكثر الناس يعني لو بصيت هتلاقي هات عمل زي احمد زكي كده، شوف او اقصد قائمه افلامه، شوف كم فيلم عن الروايه. شوف كم عن فيلم عن الروايه. شوف الاستاذ عادل امام، شوف كم فيلم عن الروايه. طب انا هقول لك حاجه غريبه جدا ربما لا يلتفت اليها زملائنا في صناعه السينما. جميع افلام المخرج الكبير حسين كمال وهو من هو طبعا في عالم صناعه السينما، جميع افلامه ما عدا فيلم واحد، جميع هذه الافلام عن نصوص روائيه ماخوذه عن روايات، كلها ما عدا عمل واحد، كلها بما فيها بقى الاعمال ذات الصفه الخفيفه، ذات الصفه الثقيله الوزن العميقه اللي فيها كل التنوعات، لكن كلها عن الروايات. قول لي انت مخرج واحد في مصر الان عنده هذا الشغف اللي عند حسين كمال بالنص الروائي بالروايات،